ذهنهم اطلاقا يوما ان شعب مصر ده قادر ان ينزل الى الشارع ويتصدق ويتحمل المسؤولية، مش كده؟ في يونيو ثم في يوليو. ايوه صح دكتور علي، وياخد الصدارة ده جديدة في حياتنا دي. يقول لا لا لا، أنا بأمر القوات المسلحة، أنا الشعب ومن حقي أن أطلب من القوات المسلحة، أطلب وأأمر أن ينزلوا إلى الشارع ويقفوا بجانبنا ويستجيبوا إلى مطالبنا. بعد مدة حصل التحول. التحول ده بقى اللي الخارج قاعد يغني عليه مدة طويلة. أيوة. الغريبة لم يتوقفوا، شيء غريب يعني، تقولي طب والناس اللي هي في الخارج صحفي أجنبي ما شافش الـ30 مليون؟ مش كانوا 30 مليون؟ أيوة اللي نزلوا في 30 يوم. أيا كان العدد هم كانوا يعني مليين الشوارع والميادين، والصورة بتقول أكتر من أي عدد. يعني ما تفرجتوش عليهم؟ لا ما شافوهم. كانوا بيشككوا ويقول لك ده فوتوشوب. طيب وبعدين المؤسسة التي استجابت لمطلب الشعب، عشان نسمي الأشياء بمسمياتها، يبقى اسمه الفريق السيسي. في أقل من 24 ساعة تاني يوم الاستجابة استقرت حكومة مدنية ورئيس دولة، كما بيقول الدستور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا. والذي قام بمبادرة التغيير عاد إلى موقعه كما هو وزيرا للدفاع، استولى بقى على الحكم. يعني اللي بيقولوا انقلاب والسيطرة، طب اللي بيعمل ده مش بعد ما يعمل يعبأ ولا ايه؟ صحيح، ويسيطر لو هو صحيح انقلاب. ما حصلش. بس عايز اقول لك علشان نروح برضو لما هو ايجابي. ابطل كلام وسيط؟ لا يا فندم، ده لا احنا مستمتعين بالتحليل بتاع حضرتك. عايز اقول بجانب كل ده بقى، خرج من ابناء مصر، لان انا طبعا بيني وبين نفسي، وانت تعرفي مدى اهتمامي بالاديان والتقارب والعيش المشترك. عاوز اقول من حسن الطالع ان جالنا قداسه البابا تواضروس بعقله وبحكمته، وأكمل ما بدأه قداسة البابا شنود. الناس دي مش لوحديها، كمان بجانبها بقية الكنائس وبجانبهم الأزهر، وتكونت كتلة من العقلاء يدفعوا أنفسهم وإخوتهم إلى أن يسيروا في طريق مشترك مع الآخر. عشان اديكي مثل نبقى ماشيين مع الاحداث زي ما بيقولوا. جاي يوم الخميس الجاي وفد هام جدا، رؤساء أساقفة جنوب الكرة الأرضية. تسع رؤساء. عاوز اقول الأساقفة يعني معناها الكنيسة الإنجليكانية، اللي هي كنيسة انجلترا يعني، عشان يبقى التعبير واضح. تمام. فدول جايين وسيلتقوا مع الرئيس بقى الكبير بتاع الكنيسة كلها، اللي بنسميها دايما كنيسة كانتربري، ويختاروا مصر لهذا اللقاء. وأعلم أو أسمح لنفسي أن أقول لكم وأن أعطيكم الأولوية أنه سيصدر بيان مشترك لدعم الموقف المصري. ده جميل جدا. يعني احنا سبب الزيارة مش بس نقطة الالتقاء، لان نفس اللي اخذ المبادرة هو رئيس الاساقفة بقى بتاع شمال افريقيا، واللي عايش في مصر الدكتور منير حنا. ايوه. وده برضه خد مبادرة قبليها بشهرين يمكن او ثلاثة، لما المجلس اللوردات راح اجتمع بيه وأصر على الدفاع عن وجهة النظر المصرية بوعي، واستمعوا إلى ما قيل، وجم مصر زي أنت ما شفتيهم في الإعلام، والتقوا مع رئيس الدولة، ثم التقوا مع رئيس الوزراء، ثم التقوا مع وزير الداخلية.
يعني دي مسائل، ده بقى تغذية اللي احنا بنسميه الرسالة الجاية دي هتكون واضحة في فترة طبعاً يعني حرجة جدا اللي احنا داخلين على انتخابات رئاسة. ففي نفس الوقت دي رسالة للعالم ويمكن للاتحاد الأوروبي اللي خرج ببيانه الأخير اللي كان فيه الحقيقة عبارات غير مريحة بالمرة في وصف ما يحدث في طبعاً مصر. أنا قريت اللي نزل في الصحافة العالمية على فكرة في الشهر الأخير ده، رهيب، في إنجلترا وفي أمريكا معرفش جرالهم إيه، هجوم غير موضوعي غير أمين، التعبيرات حتى أحيانا. تصوري الجارديان ده كانوا بيسموه مش عارف أقولك إيه، يعني ده الإنجيل عندهم، يعني كله يغلط ما عدا الجارديان، حتى الجارديان غلط في التعبيرات. فأعتقد طب ما هي الجارديان غلطت قبل كده أيام الثورة وقالت 70 مليار دولار، وبعدين فيما يبدو أن الملف اتقفل. على فكرة الصحف دي هي أصلا لما بتجيب حاجة بتبقى موثقة. عموما بعيدا دلوقتي، حضرتك اديتنا سرد جميل من بداية الثورة لحد النقطة اللي احنا وصلنا لها ليها دلوقتي أصلا. طيب المسار اللي جاي وإحنا داخلين على انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 3 سنين من ثورة 25 يناير بكل عيوب هذه الفترة ومميزاتها، إحنا رايحين على فين؟ البعض بيتخوف يعني إن الآن الصوت في مصر المطلوب إن هو يكون صوت واحد أصلاً، بيقولوا إن مفيش أصوات للمعارضة، البعض بيتخوف من فترة الستينيات في عهد جمال عبد الناصر. نسمع الإجابة من حضرتك على هذا السؤال، لكن إذن لنا نستمع إلى الموجز مع الزميل شادي الشاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وبنعيد الترحيب بضيفنا في هذه الفترة الدكتور علي السبان، ومش هقول اللقب لأنك غني عن التعريف. دكتور علي، كان سؤالنا قبل فترة الموجز اللي هو مصر بقى رايحة على فين في ظل انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، هناك تخوف من البعض أن تتجه مصر بعفوية إلى فترة ستينيات القرن الماضي التي لم يكن يسمع فيها غير الصوت الواحد. تعليق. أولا التعليق اللي عايز أقوله، لن تعود مصر إلى حكم الفرد الواحد خلص، لأن النهاردة التعبير حتى اللي أصبح دارج يقول لك الشعب لا يريد، كما لو كان نزل قوة جديدة مشروعة ومعترف بها اسمها الشعب، الشعب مش عايز، يبقى خلاص نعيد نظر ولا ايه؟ صحيح. طب مين اللي جاب التغيير بعد 30 يونيو؟ الشعب. طيب مين اللي بعد كده يعتمد عليه في حالة اذا حصل ان حصل تجاوز في ممارسة السلطة؟ هم الشعب برضه يفضل هو صمام الأمان لحسن الطالع، لأن لازم نفهم شخصية الراجل اللي هو في أكثر من احتمال إنه جاي وأكثر من احتمال إنه حيقول آه، بمعنى سأستجيب لطلب هذا الشعب في الترشيح لرئاسة الجمهورية، وهو الفريق الذي أصبح مشير عبد الفتاح السيسي. إن الراجل ده لازم الناس تفهمه كويس، تركيبته مبنية على أساس أخلاقي، ده لازم الناس تعرفها جيدا. وأخلاقي لدرجة عاوز أقول حتى أخلاقي كان متدين لدرجة، والناس كانت عاوزة تدي احتكار كلمة متدين للإخوات، طلع ده أنا متدين وبس، أي مؤمن. الإيمانية دي مدياله نوع من التواضع، الاعتراف بالآخر، إن ما استعجلش، كل دي فيه. ولازم الناس تعرف برضو عن قرب بعضهم طريقة تعامله مع كل المستويات لديه في القوات المسلحة مهمة،
إذا الراجل اللي جاي ما عندوش طموح السيطرة، ده تقييم. ومع ذلك ردا على سؤال سيادتك اللي هو في مكانه، أكون وبلغة صريحة من أنصار تعددية الترشيح، علشان ما يبقاش في مرشح واحد، لأن في مرشح واحد بقى استفتاء وليس انتخاب. ولا أعتقد بيني وبينكم أن هذا ما يريد الفريق السيسي، لا، هو حينما يرشح شيء طبيعي أن يكون طموحه أن ينجح بالقدر المعقول، وليس من تفكيره إن أبقى المرشح الأوحد. يعني مسألة تخوف تفتيت الأصوات ده مش متوقع في الجولة دي. طب احنا قدام العالم قدام اللي نزل ده، احد المرشحين اللي قرر بالفعل ترشحه وهو الاستاذ حمدين صباحي يعني التيار الشعبي طبعا، وقدام دكتور عبد المنعم ابو الفتوح اللي تراجع، وده كان من المتوقع طبعا ان يجذب جميع الاصوات الخاصه بالقوى الاسلاميه المختلفه في الشارع. لو ما نزلش الصباحي يا ريت نشوف طريقه تجبروه بي. لا هو هينزل، هو اعلن ترشحه، ما اعلن كتر خيره. نزوله بيؤكد فكره التعددية، يعني زي ما قال عمرو موسى وله حق النهارده اظن او امبارح، ان ده تأكيد لاختيار المسار الديمقراطي الذي اكدته مبادئ الدستور اللي تم اختياره والتصويت عليه، مش كده؟ بس دكتور علي، السيد حمدين صباحي قبل كده قال ان لو ترشح الفريق السيسي انا هنسحب من الانتخابات الرئاسيه، يعني برضه رئيس مصر القادم مش مفروض يكون بيتراجع في كلامه. غلطة لسان، ممكن فلتت لسان، ولكن جايز جدا، جايز جدا ان هو نفسه لان هو سياسي في نهاية المطاف يحس ان الضغط هيؤدي الى ان التصويت يبقى ضعيف لدرجة ضعيف جدا والفرصة غير متكافئة. طيب حضرتك شايف التصويت الاسلامي هتذهب لمين؟ المبدأ في رأيي يجب تقوية ودعم فكرة التعددية، برضو لازم نسيب فكرة طبعا عشان تكون في دولة ديمقراطية. دكتور علي، وبقول لك أغامر وأنا بقول لك أؤكد على مسؤوليتي إن ليس هذا ما يريده المشير السيسي، إن يكون هو المرشح الأوحد. ليه؟ طبعا أي وفضلا عن الإحساس بتاع الرأي العام إن هو ده مرشحنا وده اللي هينجح وينجح بقوة. أوكي؟ طيب يعني في البعض بيتخيل إن في مناورة من القوى الإسلامية أو قوى التيار الإسلامي، وللأسف طبعا على رأسهم جماعة الإخوان اللي صنفت بالإرهابية وفقا للقرار السياسي، بأن في مناورة يقومون بها انسحاب دكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو قراره بعدم الترشح، هيكون هناك مرشح آخر لا نعلمه أو ذو وجه غير معروف بأنه ينتمي إلى هذه الجماعة الإرهابية ومن ثم يجذب الأصوات أو هذه الكتلة. مرحبا بي وياخد حقه. إذا بيصب برضو في نفس اللي قاله دكتور علي. أنا عايز أقول لك، عاوزين نسأل كده الشارع، مين بقى فاضل في الشارع بيقول ما خليهم شوية كمان؟ فيه؟ لا. لو دورنا هنلقي، لو واحد نزل باسمهم مباشر أو غير مباشر هياخد حقه. والله لو حقهم مليون هياخدوه، لو صوت واحد لو صوت واحد ياخدوه. كويسة صوت واحد مش مستبعد صوت نفسه بس ده احنا بنراهن على وعي الشعب ساعتها. طبعا الشعب اولا واعي، ثانيا معروف هذا الشعب على فكرة بجانب وعيه يحب او لا يحب عبقرية الاخوان، ان عملوا المستحيل لكي لا تحبهم الأغلبية في هذا. أنا متهيألي ما حصلش في تاريخنا إن حركة يبقى فيه رفض يكاد يكون بالعقل والقلب في خلال فترة قياسية. قالوا لا مش عايزين. طب دكتور، بمناسبة بقى الحب وعفن المقاطعة، على فكرة مش بالصدفة
لان عايز اقول بذل مجهود.